رواية الدكتور نصر بن الحاج تساءلت أنا شخصيا، هل هي جديدة أو لن تسع، وهل تحكي بطريقة فنية جيدة؟ فاكتشفت بأنها محبوكة حبكة ماهرة دون ثغرات، أجزاء متلائمة ومتناسقة، حوادث طبيعية دون تكلف، تعطي الحوادث قيمة هامة. هناك مهارة في القص، وعلى فكرة بين القوسين معناها المهارة في القص نادرة أصبحت. روايات تضرب على مدى واسع وعميق، تتناول أشياء تتعلق بنا كقراء أشد تعلق، تصفت بالصدق. كل السمات البارزة للرواية الناجحة والعظيمة توفرت في روايتك. هل لأنك كتبت روايتك بفهم عميق ودقة في اختيار مواضيع التي تعرفها جيدا، أم هناك عوامل أخرى ساعدتك على كتابة هذه الروايات؟ ثم تداخل عوامل ذاتية أكيد من التكوين متاع الإنسان، لأن الإنسان نعتبر روحي قارئ نقرأ مليح. وكما قلت لك، الحاجة الأخرى اللي نعتبرها برشا هي المخزون الروائي والفكري اللي موجود عندي من دوز. وثالثا موهبة من ربي سبحانه وتعالى. لكل رواية عنصر اجتماعي ومادي، هو عنصر زمان والمكان كما أشرت، وكل رواية تقوم أحداثها على البيئة الكاملة لأبطالها والعادات والتقاليد وطرق العيش. أي علاقة بين أحداث الرواية والبيئة، وكيف يمكن للرواية أن يرضي مطالب التاريخ ومطالب الفن؟ الرواية ما هيش تسجيل تاريخي، الرواية هي ثم شخصيات عندي أنا هنا، شخصيات خلقتها أنا من دماغي، معناها شخصيات إيماجينير، ما هيش لكن درجة أن توصفها ولا تشوف حياتها ونمط حياتها تعتقدها حقيقية. وهذا نتصور أنا، والحمد لله معناها نحمد عليه ربي أني بلغته للقارئ. بطبيعة الحال مخزونك الذاتي عندك فيه شخصيات تأخذ من هذا شوي ومن هذا شوي، موجودة الذاتي في عند الكاتب موجود. لكن المكان والزمان، وخاصة أني أنا نحب حاجة هو أن ثم فترة زمنية معينة، ثم فترة ثم مكان معين نحبهم بصفة غير عادية وعندي بهم علاقة وجدانية، نحب نخلدهم. معناها أبسط الكلمات اللي فيها عبقرية كبيرة، كلمات دوز، ثم كلمات ما تلقلهاش ترجمة، ما تلقلهاش مرادف باللغة العربية الفصحى. شخصيات قصصك ورواياتك، شيخ سالم المقدم، علي الأحمر، للا فاطمة بنت عمر، للا مريم بنت خالد، خديجة الكنة، رقية الزوجة، طاهر بن والجليلة، عمر الذيب، الهادي بن عامر، الكيلاني الفنك، الصادق الأسود، أحمد الهادي بنت القط، مبروك الخلدية، أسماء شخصيات حقيقية. لا إيه، نجم تكون مبروك الخلدية مثلا تنجم تكون موجودة. أما ثم مشكل يطرح هو أن بين الحقيقة بين الحقيقة والواقع ما نجمش نتحدث على شباني عام 62 في دوز ونسميه روف ولا فؤاد، ما نجمش. مثلا أحمد الهادي، مثلا في جيل نحن أحمد الهادي، أما في نسمو أحمد ونسمو محمد ونسمو بن قاس، ما نجم معناها للحبكة السينمائية يلزم يكون اسمها هكاك. صحيح. المبروك. في رواياتك تبدو مسكونة بالذكرى، ذاكرة المرازيق وذاكرة الوطن، تحمل في ذات الوقت كثير من الحنين إلى ذكريات الطفولة والشباب وكثير من الهموم. قلت الذكريات تعلم النطق وتعلم الكتابة، الكتابة أم ثانية، الذكرى موطن والكتابة أفضل الديار. بدت الدنيا مجرد ذكرى يسكنها قبر وتراب ولوحات فلكلورية تنتظر الاستثمار، إلى أن قلت من بين مشفري المهري أطل الذكرى أحمد بن عبيد. ماذا تمثل إليك ذاكرة الوطن عموما وذاكرة المرازيق خصوصا؟ سؤال عميق ياسر، خاصة الذاكرة الوطنية في دوز. وهذا ممكن نعيبه على بعض المرازيق اللي تولوا المسؤولية في وقت من الأوقات، هو أن الذاكرة الوطنية متاع دوز حاولوا يقبروها شوي. مثلا الوقعة متاع البرج ما خذتش حظها من التاريخ،
وانا ناكد لك اللي ثم شباب في دوز ما يعرفوش احمد الصغير مثلا ولا حامد بن عبد الملك اللي هو بطل وطني ولا احمد بن عبيد الحاجات اللي عملوها ما خذتش حظها بال. وانا تمنيت ونعلنها على الواحد على برنامجكم انتم، انا تمنيت ان وماناش ناقصين شعراء، تمنيت تعمل الملحمه وماناش ناقصين ممثلين، تعمل الملحمه على البرج وما نقولوش على عمل الفلاقه الكل، اما على الاقل على عمليه البرج ملحمه مسرحيه غنائيه شعريه. تقول في قصه يوماني في قريه ميته: تمهل لما العجلة وعلى من اللهفة إنك تسافر إلى خراب. هل ماتت دوز بفعل مظاهر التحضر والمدنية؟ وهل استنفذت العديد من المعارف الشعبية والعادات والتقاليد الجميلة في دوز أغراضها ولم يعد لها أي دور؟ لا، هذيك هي القصة، هذيك هي حاجة شخصية بحتة ذاتية ذاتية. ممكن القصة الوحيدة الذاتية عندي ذاتية. وما حبيش نخرجها، لكن بعض النقاد وقت يقراها قالوا لي خرجها لأنها مهما تكون مشاعر إنسانية ما عندهاش على هذيك. في عام بعد موت أمي اللي ممكن الصدمة من أكبر الصدمات اللي ريتها في حياتي، لما حالة ممكن الصدمة الوحيدة اللي ريتها في حياتي بعد موت والدي بطبيعة الحال، موت أمي أثر فيها برشا. هذيك كتبتها سنة واني مروح لدوز بعد موت أمي، معناها في وقت من الأوقات دوز ما عاد تعني لي حتى شيء اللي ما فيهاش أمي مثلا. في روايتك تصف جمالية تفاصيل الحياة اليومية بجمالية كبيرة، في دوز وصف دقيق. ماذا تعني لك التفاصيل؟ مثلا من هذه التفاصيل: تسقي شياه الذاهبة إلى ظمأ الفلات، تحلبها تقعد عاكسة رقبتيها ثم تشد الكراع الخلفية للشاة خلف رقبتيها، معناها وصف لعملية الحلب. تملأ الشكوى حليبا، تجلس رافعة من حافتها التي يتعرى النصف الأسفل لفخذها، تعكس ما توصف الشكوى. وصف دقيق. يتحكم دليل في قوتنا، ننتظر الأفواج السياحية عدة ساعات وعندما تأتي يحملها الدليل إلى جهة أخرى. ثم برشا تفاصيل. يريد المال كذلك صاحب النزول وشركة التوجيه السياحي: اختر لي أرملة أو مطلقة نصف عمر أتزوجها وأدفن فقري، ليس في هذه القرية ما يسر النفس. قال له: خرف، وهل وجدنا من يشترينا؟ ورفضنا. كنت أحمل العديلة حتى مقاطع الأحجار من الغيطان الغربية، أملأها أحجار صغيرة للفرن وكبيرة للبناء، أحملها على ظهري مربوطة بحبل أشده إلى رأسي، ثم أعود إلى سقيفتي، أصعد كثبان وأهبط منها كناقة. تفاصيل لأن هذايا ممكن من تأثير السينما علي، لأن احنا جيل ما كانش عندنا وسيلة ترفيه إلا السينما والمسرح والكتاب قبل الثورة الرقمية هذه اللي حدثت. التفاصيل ممكن نحب نعيش القارئ اللحظة ذاتها، وثانيا حتى اللي ما يعرفوش المخزان نتاع الشكوى والحلبان وكل نجم تتعرفهم به، وثالثا ممكن الدقه لان ثم حاجات تفاصيل مهمه جدا، ممكن هذاك من تاثير الجراحه، هو ان ثم عرق صغير تصور انت ما عنده حتى قيمه وهو عنده قيمه كبيره. صحيح. التفاصيل عندها قيمه، واللي يصنع الحاجه الكبيره هو ذرات صغيره من صحيح. نجي للذاتية تو، كما أشرت لك أنت في رواياتك حضور لفت وبارز للأم. تقول: لا تنزل، أريد أن أزور قبر وحدي، إنها أمي وحدي، جلس كشمس تغيب مرر راحتيه على التراب، فغزت جسده نعومة مخلوقها الصوفي يما. ماذا تمثل الأم بالنسبة لي؟ والله بصراحة جلال أتمنى أنا لو عرفت أنا مش قلت السؤال هذا يراني ما قلت لك ما تجيبهاش، لأنه يثير كثير من الشجن وكثير من الحزن. ومشكلتي الكبيرة أنا زلت ما تخلصتش من موته. وجداني ياسر. وجداني عندك حنين كبير. في روايتك كذلك حضور لافت وكبير للشعر، الشعر الشعبي. تقول في روايتك: كسر الظل، لم يجد البدو كما لم يجد أسلافهم أفضل من القول، فرتبوه وراقصوه ثم حملوه أوزارهم ورحيق أنفسهم. هذا البناء المرسوم والمنحوت المزخرف المغشى لا يدفن ولا يبلى ولا يتهدم، سارت به ركبانهم
حمرته الألسن والقلوب التي في الصدور كمعدن نفيس يدوم ما دام في الدنيا قلب يريد الخلود، فجرى في حديثهم مجرى الدم. لم يعد مجرد محل شاهد، أسست هذه اللغة ثقافة شفوية تبدو في كثير من الأحيان أوسع أفقا من الثقافة المكتوبة. إن العامية أبعد من أن تكون المورد المعوق للفصح. الشعر دواره يلعب في كل يلعب في وين تحب، للمرتاحة طرب وللإفكار كاستا وصفة مطب، سلاح يفتك في المعركة من غير جعب، يجي كانك صنفته بعد كتاب المصطفى لو كان صفته. من أحسن الأبيات اللي أعطت توصيف للشعر. عرفت فعل الشعر. عرف وهذه الظل الملوح هذه. يظل ووصفة للطب. كنا جوارينهم بالرفايف مشينا تلايف ورحنا كيما الغزل ناير والحايف، عليك يا ظنين درت روحي ناقح بالعديلة في القفام الراقة، ناري على خيل رنت تحددي ورجال تدي وبنات حرات تقلع تسدي. بقسم عبد اللطيف. أي ولد الطيف جابوه العشية مع التوهيب قدام السجود، خلوا عيلته ودار خلية وجري وبحر البرج خاول العمود، لازم دوز مكتوبة شقية ولا حق بعضها جدود. هذا على إعدام الشيخ عبد اللطيف. هذا الحبيب من عبد اللطيف. أي هجم حامد بعد الترقيدة يرحم سيدة في ديثارة مفهومي بدر علي يضرب. هذا الشعر الكبير الشعر الفحل يعني معجب به ياسر ونقطنش خاصة في قصائد الفخر وقت اللي يفتخر بالبرازيل. علي يضرب يهسوا ومشوا بثقل التراب ارتصوا غنازير وقت الضرب ما ينخصوا الواحد من العديان يرطم مية. علي الصيد. لماذا الشعر الشعبي؟ لماذا الشعر الشعبي؟ ما هوش ممكن باش تتكلم على الشعر الشعبي هو إحياء لدوز. ما هوش ممكن باش تتكلم على الشعر الشعبي إذا كان ما تتكلمش على دوز، وما هوش ممكن باش تتكلم على دوز بدون تحكي على الشعر الشعبي. إذن ولا في مخلط مخلوط بدمهم وبلحمهم وكذا. في نفس السياق في قصة بين شمس وظل، سأله من تعرف من الشعراء؟ قال له الملوك. قال هل سمعت بملك الشعر؟ قال في المحن فقط. قال معتمد بن عباد أبو فرس الحمداني متنبي من قطنش، الشعر وليد المحن. قال وهل عرفت شاعرا ملكا؟ قال كلهم يحكمون في آن واحد، تراهم يتناوبون على الملك دون دماء، ينشرون النور والأمل، يزرعون الخضرة، يحيون الموتى. من الشعراء اليوم في عصرنا الحديث يمكن أن يزرع الخضرة ويحيي الموتى في الشعر الشعبي والفصيح؟ الشعر الشعبي موجودين برشا في دوس، موجودين. وأنا ممكن ثم شعراء في ولايات أخرى أكيد، أما أنا توا حتى ساعات يسألوني بعض الأصدقاء يحبوا يجيبوا شاعر، نقول لهم الشعر الشعبي ما تنجمش تتكلم على الشعر الشعبي بدون ما تشارك على الأقل دوز. إذا كان مش تجيب دوز برك على الأقل يشارك واحد من دوز. كان الشعر الشعبي والمهرجان أثرى حتى مهرجان دوز الصحراء، مش كان مهرجان الشعر الشعبي. مهرجان دوز الصحراء شارك في تطور الشعر، عند ساهم وساهمة كبيرة. الجماعة أصبحت في العالم معروفة مدينة الشعر. مدينة الشعر. مدينة الشعر. أنا شفت أمسية شعرية فيها الجخ. شو اسمه ذاك؟ بتاع مصر. بتاع مصر. السوق معبة. عمرك ما ترى جمهور كما جمهور دوز للشعر. صحيح. وأنا محب للشعر الشعر. دكتور قبل ما ننتقل للمحور الآخر، جولي تكريمات ولا جوائز؟ اي هذه كرمت اكثر من مره جوائز، خاصه نلت جائزه ابو القاسم الشابي في الادب. نلت جائزه ابو القاسم الشابي على زعفران عام 2004، ونلت جائزه كومار على انكسار الظل هذا عام 2012. بكل تواضع نقولها معنا قل وندر أن جمع الإنسان بين الشابي وكومار. صحيح. رغم اللي مانيش مكثر أنا في الكتابة، مقل معنا ما نكتبش ياسر، لكن خاصة زعفران عز الدين المدني وقتها أعجب بها برشا والتكريمات هذيك بطبيعة الحال بعض التكريمات عطاك على المشاركة الثقافية ولا المشاركة خاصة على المشاركة الثقافية من فرقة مسرح دوز، من هذه جائزة كومار، من تطاوين، من حركة الشعب بطبيعة الحال. قبل أن ندخل دكتور في المحور السياسي ونقف على مواقفك وآرائك فيما يجري على الساحة الوطنية والعربية،
كيف تقيم واقع الرواية اليوم في تونس والوطن العربي؟ واقع باهي، ثم كتاب باهين في تونس، باهين باهين، رغم اللي مانيش متابع ياسر الرواية التونسية. أنا مازلت ميولاتي شرقية أكثر منها، أما حتى تونس بديت نقرأ لهم باهين. من يعجبك من الروائيين؟ الرياحي مثلا، مسعود أبو بكر باهين، شو اسمه سليم أحسن بن عثمان يكتبه. على مستوى الشرق من تقرأ؟ نقرأ أقرأ، أنا معجب خاصة بزوز، نقرأ لهم برشا، وكتاباته خلي مزيج بينهما، هما نجيب محفوظ وطيب صالح، طيب صالح السوداني يعني. عنده كتابات على القرية خاصة عجيبة، موسم الهجرة، موسم الهجرة الشمال ونجيب محفوظ بطبيعة الحال. كيف تقيم المشهد الثقافي عموما في جابس ودوز؟ دوز من ناحية المهرجانات عندها مهرجانات ثقيلة، مهرجان الصحراء، مهرجان المسرح وطني دولي روا، مهرجان الشعر الشعبي، الفرح الإفريقي حتى هو ما أظن ما عادش توقف. توقف. بالنسبة لجابس كم المشهد العام؟ المشهد العام. روايات الدكتور نصر بن الحاج بالطيب تهتم بعواطف الناس وانفعالاتهم وأفراحهم وأطراحهم ونجاحهم وفشلهم، موضوعها هو الحياة، والروائيون الكبار يمتازون بفكرة في الحياة، خبرة وحكمة ناضجة وآراء ومواقف وفلسفة في الحياة يستعملونها في روايته. ما هي فلسفة الروائي الدكتور نصر في الحياة، خاصة وأنك وضعت في استهلال قصة بين شمس وظل المقولة الخالدة المظفر نواب: أنا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف أكثر. وأنا كذلك، يقتل النصف الدفء ونصف الموقف أكثر. أنا ممكن الشعار اللي عامله لحياتي من الصغر إلى الآن هو: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقت اللي تبدأ الأمل والطموح متاعك كبير تتعب، وهذه ممكن نوجهها للشباب، الطموح والأمل مازالت كلمات عندها معنى. ما يلزمش يأيسوا الشباب، يقول لك ما ثماش خدم، مش صحيح. ينجم يوصل بالنضال وبالأمل وبالطموح، ينجم يوصل.